ولمناقشة التطورات في اليمن ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. سيد محبوب، السلام عليكم. يعني بعد اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان السعودية، لكن هل من نهاية للتعديات الإيرانية على المملكة دكتور عبد الحفيظ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سيدي الكريم، أحييكم وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير. الحقيقة يعني أعتقد يعني التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أعتقد أنه انتقل إلى مرحلة متسارعة جدا، يعني بعدما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، أعتقد أن انسحاب هذا أعطى دول التحالف ضوء أخضر بعد مرحلة من المراوحة، ويعني هناك الضبابية الدولية. اليوم هناك طبعا التحالف الدولي لاحق مؤخرا طبعا بمساندة من القوات الإماراتية والسودانية تم تحرير ميناء الحيمة الذي يؤدي إلى تحرير ميناء الحديدة، لأنه من دول التحالف تركز على المناطق التي يعني يتم إطلاق الصواريخ منها والتهريب، نقطتين مهمتين. نعم. يتم إطلاق الصواريخ طبعا عادة من صعدة ومن مناطق قريبة من المملكة العربية السعودية. الآن دول التحالف تقدمت تقدما كبيرا جدا في غرب تعز، في تحاصر الآن صعدة هي على مشارف الكهوف التي يختبئ بها عبد الملك الحوثي. طيب دكتور محبوب، في هذا الإطار يعني حتى لا نعبر هذه النقطة، يعني العمليات التي يقوم بها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأيضا الجيش اليمني يشارك في هذه العمليات العسكرية لوقف الانتهاكات، ألا تعتقد أن التقدم بطيء نوعا ما دكتور محبوب؟ هو الحقيقة أنت تعرف أن ما قبل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي كانت هناك مراوحة، كان التحالف الحقيقة يعاني من ضغوط دولية تجاه العامل الإنساني، رغم أن التحالف يعني لم يهمل مركز إسناد، لديه مركز إسناد الآن اتجه نحو إعادة الإعمار، الآن هناك جسر جوي طبي من صنعاء إلى القاهرة بتنسيق أممي. الآن بعد انسحاب ترامب الحقيقة بدأ التحالف في حركته المتسارعة، خصوصا بعد مقتل علي عبد الله صالح، الان هناك الويه العماليق، هناك الويه الحرس الجمهوري، هناك يعني القوات السودانيه، القوات الاماراتيه، الحقيقه هناك يعني مرحله جديده بدات بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وبدات تتضح معالمها واثارها، واليمن دوله حقيقه ليست دوله جبليه. دول التحالف يعني لديها حسابات دقيقة جدا، لأن الحوثي يتحصن خلف الشعب اليمني ويتخذ. طيب دكتور محبوب، لكن في 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 هذا السياق أيضا، لكن ربما هناك من يفسر قول وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، يقول إن بلاده ملتزمة بالتوصل لاتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن. ألا تعتقد أن هذه خطوة إلى الوراء باعتبار أن اتفاقا مع من؟ يعني مع الحوثيين مثلا؟ هل هم دولة الحوثيين؟ دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، نعم، هي لا تمانع أن يكون الحوثيين مكونات الشعب اليمني، لكن عليه أن يلتزم بالقرار الأممي 2016 على تسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة إلى الحكومة الشرعية، وهذا حتى الآن الحوثي في الوقت الحاضر وفي الوقت الحالي ليس لديه وقت حتى يجلس إلى المفاوضات بسبب تسارع العمليات القتالية. الحقيقة هناك محاولات لتفكيك وحدة التحالف. نعم. هدف وحدة التحالف هو واحد،
عودة الشرعية إلى اليمن وأن والحفاظ على وحدة اليمن بجميع مكوناته ومحافظاته. نعم دكتور، نعم دكتور، وضحت الصورة من مكة المكرمة الأكاديمي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، شكرا جزيلا لكم.